الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هاتين الآيتين يخاطب الله تعالى جميع الناس: يا أيها الناس. والبخاطب الناس هو الله تعالى في هذه الآيات، لأنه هو المتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى. ولما يقول لك الله قال، انت مفروض الموضوع ده يأثر فيك، لأن الله تعالى قال في القرآن في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمن ده من علامات إيمانه ومن صفاته: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دي من صفات المؤمنين، لما يذكروا بالقرآن وبالسنة بخاف وبيخشع وبيستفيد. مو زي حال كثير من الناس الآن، الواحد تشغل مسلسل تلقاه متكيف جدا، يحضر فيها وتلقاه كأنه محضر فيها ماجستير ولا دكتوراه، ولك هاي دي فلانة وده فلان وده سجنوه ظلم في المسلسل، والحلقة الأخيرة بعد أسبوعين، والحلقة الأولى حصل فيها كذي، وتشاهد غدا قالوا بكرة بيحصل كذي. هوا الساي ناس بيمثلوا، واحد تلقاه حردان العشاء، ما لك بتتعشى، لك والله فلان في المسلسل طق شبه عربية مات اي هو لاف فيه بيغادي في الشارع البيغادي، دي مسلسل ساي خيال ساي هوا ساي. وزول في المقدمة بيجيبوا لك اسمه محمد، جوا بكون اسمه تامر، اسيدي باقي لك نافعة، كضب في كضب لخبة ساي. ناس مبارين الهوس مبارين الأوهام، والله الذي لا إله غيره، ديل بجنبه واحدين تانين بيجوا ماشيين بجاي، واحد كأنه يملك الدنيا وما فيها، هو جاي بمواصلات وبعدين بعداك الداري زاي ما عنده أي شيء، السجارة دي بخمسة مع صاحبه وف وف، ولا تلقاه شايل له شيشة فر فر، لما انت عارف حاجة اصبر لي شوية انا ما جايك، تلقاه ماشي بجاي لابس له بنطلون تحت ضيق وفانيلة كيف نص اليد، وجاي ساوي له كريم، جيعان بدل يغذي بطنه يغذي في شعره، جيعان تلقاه يهبش في راسه ولابس له حاجة كذي زي الصاع زي الغويشة مكتوب فيها صاحي ما صح، أنا وريتك وبعدين أنا بنصحك لوجه الله تعالى. جاي ماشي والولد أبد أجي بيعن بيت من غير أي سبب، يضحك يهبش الجنب ويضحك، هو ما دار يضحك، دار يلفت انتباه البيت بس، ما بيش بضحكه، يجي بجاي عامل فيها مفتح هو إلى آخره، بعد شوية يضحك معاه تضحك معاه، بعد شوية تلقاهم زي والدبرك وبيدعشوشة بغادي قاعدين لابدين هناك، بعد شوية خاتين البارد يجيبوا السندويتش ياكل نص ويخلي النص الثاني، يا مجرم ده ما تاكله انا عارف نفسك فيه، صلح الشغله دي صلح، انا مردوم من الليله هاي صلح زي الناس يا طيب، جزاك الله خير، ياكل نص ويخلي نص، انا عارفه بمشي جامعه هناك السودان الجنوبي مرات بلقى البارد نص نص مجدع، يا ناس ديل مالون نفسهم اتقفلت ولا مالون، يقول لك لا لا الزول لك عن شريبه كلها بقوله الزول جاي من وين، لازم يشرب يخلي نص،
وعطشانه أشرب ساي الله يهديك يا أخ، أشرب قول بسم الله في البداية وقول الحمد لله في النهاية الله بيرضى عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. مش تغش نص واللمة تفيك في المطعم جات ماشة تلقاك تحرد في الصحن وتأكل في باقي الشطة ذاته. فلذلك دي كلها هوس لافي في البلد دي. موهومين ساي البيت ساوي لها 20 حاجة في وشها، والولد ساوي له 30 حاجة في راسه، ويغشوا في بعض مما يتزوجوا بعد أسبوع تلقى صار يشوت كراعه ضفره متروم وشبشبه مقطوع. ما لك انت بتشوت في الواطة يا أخ؟ زهجتنا يا أخ مشاكل، قبل العرس مشاكل، بعد العرس مشاكل، قبلي وكلامه ظريف أسي بعد شوية كلامه بقى مشاكل. انت عارف الطلاق ده نعمة كبيرة، يقول لك يطلقها وتاني يلف تاني يجي يكوس بجاي. فلذلك دي كلها أشياء، وهي مسكينة وإلى الله المشتكى، يغش فيها بكلمات. وأنا وحزين جدا، وأنا جيت من وين وإنت جيتي من وين وتلمينا وين، ديل بجنبه موضوع طويل. واحد ثالث تلقاه من الشباب ده موهوم بتاع كشتينة، بس اليوم كله شغال كشتينة بجاي وكذي ما 14 بغادي ده بجنبه. واحد تلقاه بتاع ضمنة شغال عمية وعميانين شتل بيلعبوا فيها. واحد ثالث تلقاه ده بتاع مزاج بس، ابدأ من الشاي بعد شوية جبنة بعد شوية يجيب لك كيس يدردم. عماري الممتاز جيد جدا، هاي خدتها فوق ومرة تحت غلب ذاته يوديها وين، مرة يدردم بلسانه مرة يدردم ساي. ده يبع من بيته، تخش البيت في الموكيت تبزغه ولك وسخت الموكيت وخاتيها في خشمه. يعني الموكيت ده أعظم عنده من خشمه، لأنه ما بيرضى في ده ورضى في خشمه مسكين ده بيجمع. ولا ذاك بتاع الحمراء اسطوب أحمر بعد شوية يلفلفها يقلبها خضراء، بعد شوية لاف في ساي تلقاه يجي مزاجه رايق، مرات ما رايق، مرات يشوف الكوبري مقلوب، مرات يشوفه لاف في ساي وهو لاف في النهاية. ديل كلهم يا ناس، أنا عشان ما أضيع زمنك، ديل كلهم موهومين. والله لخص لهم الدنيا في آيتين، قال الله تعالى، آيات كثيرة لكن في آيتين من سورة الكهف. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. ده امتحان، شايف الزينة اللي انت شايفها دي؟ بيت بيجاي تقعد تخليك تتفرج فيها، ولد بيجاي وجيه بنات عين الليو، دي زينة سايا يا ناس ما تتخلعوا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بكرة الشغلة دي شايف الشجرة الوردة مش يابس وأصفر، أي بعد شوية بتبقى الدنيا دي كذي تنتهي كأنها شجر يابس لا خير فيه تذروه الرياح في آخر الدنيا وفي آخر الأمر. عشان كي رب العزة والجلال قال: يا أيها الناس، ده خطاب، وده اللي خلقك، وده اللي بيعلم اللي بيصلحك اللي بيصلحك الشيء اللي بيصلحك رب العزة والجلال يعلم به لأنه هو اللي خلقك. الليلة لله المثل الأعلى، لو زول صنع له موتر ولا عربية بيديك كتالوج، الزيت تكبه في المحلة الفلانية، البنزين تكبه في المحلة الفلانية، الموية تكبها في المحلة الفلانية. لو مشيت لخبطتها الشغلة دي بتلخبط معاك وبولع فيك وما بيمش وبولع بيك بيقوم بيك بتنتهي. ده موتر، الله خلقك أداك كتالوج معين إذا صح التعبير، بعدين نزل لك قرآن، والقرآن ده فيه الهداية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. القرآن
قال ليك انت لما تستقيم على الدين بترتاح. من عمل صالحا من ذكر او انثى، لو ولد ولا مرأة، لو فتى ولا فتاة، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ترتاح. ودل نحن هسه انا قبل شوية بتكلم مع بعض الاخوان هسه موجودين، بعض الشباب موجودين جزاهم الله خير، قلت له نحن جربنا اي شيء لقيناه ما نافع، فارغ ازاي لفينا ومشينا وجينا نلقيناه بس بنغش في نفسنا، في النهاية وصلنا لانه الدين ده اللي فيه راحة. لانه الراحة وين يا ناس؟ الراحة مش في القلب. طيب انا سجرت بخشمي يصل القلب كيف؟ كذيت اغنيني بالراحة، سمعت اغنية باضاني يصل القلب كيف؟ لكن الخلق القلب ده قال لك الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. عشان كده ابن القيم رحمه الله قال في القلب خلة، يعني القلب ده فيه فراغ لا يسدها الا ذكر الله، وفي القلب شعث لا يلمه الا ذكر الله تعالى. قلب ده قال لك فيه فراغ، الفراغ ده كان بقيت اغنى زول ما بتسده، كان بقيت اقوى زول اوجه زول من القبيلة الفلانية، متزوج البيت الفلانية، عندك القروش الاموال، عندك العمارات عربات، الناس بتحترمك، عندك المناصب، ما بتسد الفراغ ده الا بدين الله والا بذكر الله تعالى. عشان كده ده الموضوع جينا به، ما تفتكر جينا بس حبا في البحر ده والكبري وهديك فيه وامجاد ماشية ولا عربية، اجينا على الموضوع خايفين عليك وخايفين على البيت الماشية دي. والله انا جايات مساكين جو دارين يفرقوا مضايقين، اولاد جو دارين يفرقوا، مرقوا من بيوت في حاجة مرقتهم، في ضيق جوا دارين نعالجوا لك، الضيق ده علاجه في دين الله تعالى. قال سبحانه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. دي كلها مقدمات عشان تفهم الآيات دي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مالوا ربنا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو دار تتقي الضلال في الدنيا وتتقي عذاب الله في الآخرة تعبد الله سبحانه وتعالى وتفرده في العبادة بالعبادة وتوحده جل في علاه، تفرده في عبادته فلا تعبد غيره ولا تستغيث بسواه سبحانه وتعالى. لا تلقى الشباب أسي تجي تسالون تقول لهم يا ناس أخطر شي شنو؟ أكعب ذنب شنو؟ واحد يقول لك أكعب ذنب الزول يسرق حق الناس، الثاني يقول لك أكعب ذنب الكتل، كونه تقتل لك زول ده أكعب ذنب، الثالث يقول لك والله أكعب شيء تعق الوالدين، زول والديه غضبانين عليه ده أقعب زول، الرابع يقول لك أقعب شيء الزنا، كون زول يضيع أعراض فلانة وفلانة من الناس وفلان. أقعب ذنب في الدنيا وفي الآخرة الشرك بالله تعالى، لأنه في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي الذنب أعظم؟ أعظم ذنب سنو؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. دي أكعب ذنوب في الدنيا. واحد، الشرك بالله تعالى. اثنين، القتل. ثلاثة، الزنا. وأنا دار أتكلم عن الذنوب الثلاثة دي في ضوء هذه الآية وفي ضوء هذا الحديث، وأفتح الفرصة إن شاء الله تعالى لمن بعدي. الذنب الأول قال لك الشرك بالله تعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أنت الآن لو فكرت في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ عندك أجهزة الله خلق لك، عندك بصر، عندك سمع، عندك جهاز هضمي غيره، تنفس، عندك رئتين، عندك عندك عندك. هل الله خلقك كده كامل؟ خلقك عبث ثاي؟ قال لك انت انا خلقتك بعد ده وخذ راحتك وكل واشرب وامشي وتعال والى اخره، ما في حاجه بعدين؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ قال تعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. الله خلقك لغاية، الغاية دي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتوحدوا، وموضوع ده كونه تخالفوا ده أعظم ذنب. شوف زول امرق الشارع إلقى ناس عريانين زي ما الله خلقهم يفعلوا في المعصية، واحد تاني ماسك التاني بيطعن فيه لما يقتله، واحد ثالث بيعتر بينادي غير الله، الثالث ده ذنبه عند الله أكبر من ذل. والآن الكلام ده الناس ما بتتصوره. ليه؟ لأن الله تعالى قال في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. زو سكران تقول لها سكران توب لها الله، يقول لك الله يهدينا. زول واقع في الفاحشة توب لها الله، الله يهدينا. زول دارك تقول له زول توب لها الله، بقول لك الله يهدينا. لكن تلقى ناس صلوا في المساجد ويقولوا في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعاهدوا الله سبحانه وتعالى. امرك برا: يا مكاشف القوم الحقنا، يا برع القوم الحقنا. مكاشف وين؟ مات. لا دارين نشتم لا دارين ننبس، بس سؤال: مكاشف وينه؟ مات. برعي وينه؟ مات. الله حي. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولا دار نبز ولا دار كورك، زولك ده مات. اي والله قال: كل شيء هالك الا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لكن الناس ذيل اوهموا الناس بقصائد، اوهموا الناس بقصص موهومه ساي. يا اخي تقرا كتاب اسمه ليك سلام مني، ألفه عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي. الكتاب ده قال فيه، قال أحمد الطيب البشير شيخ الطريقة السمانية، ودين احنا ما نخليهم، والله ما نخليهم. انت عارف ليه؟ لأنهم ضيعوا حق الله، شالوا حق الله. الليلة تيجوا ناس يدافعوا عنهم، يقول لك يا هوي خلي الناس في حالة. اللي بيقول لك خلي الناس في حالة ده ذاته تمسك وتديك فين، تشيل قروشه من جيبه، تديش اللوت تقول له يلا تخارج، يقول لك يا زول تعال جيب حقي، تقول له ما عندك اي شامي ازاي، يقول لك والله حقي ما خلي لك لانك شلت حقه. طيب حق الله كيف؟ ديل الله بقول: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ما واضحه؟ واضحه. بيقولوا لا،
قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور، لحد ما يقولوا منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. الله يقول لله ما في السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يقول لا لا لا، كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل، كم أدى طفل كباشي. الله يقول في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الله بقيك عقيدتك قوية فيه هو توالي، لا تعلق حجاب، لا تخاف من ضلك، لا تخاف من شيخ، لا تخاف من فقير، لا تخاف من كمون، لا تخاف من أي شيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أنت لو مصدق كلام الله بتكون أقوى زول ماشي على وجه الأرض، لأنه بقول لك بنفخك، الشيخ يقول لك بنفخك، قل لا انفخ ساي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولك بتبين فيك يتبين طوالي، بحرقك أحرق طوالي، تحرق شنو يا زول؟ تتبين شنو؟ تعمل شنو؟ آيات واضحة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. البرعي في كتابه لك سلام مني، وده الكلام قال أحمد الطيب البشير، مشى مصر بعدين قال دخل الصعيد بتاع مصر، والكلام ده من صفحة 40 ل 44 في كتاب لك سلام مني. ولما ألف الكتاب ده كان حي، والطبعة دي الطبعة الثانية سنة 2003 ومات سنة 2005، يعني حي يرزق، ما افتروها عليه بعد وفاته. قال أحمد الطيب البشير مشى صعيد مصر، قال ووافق دخوله شهر رمضان، مشى في شهر رمضان، قال فدعاه نحو 40 من تلامذته لتناول الإفطار معهم من غير علم أحدهم بالآخر. انت فاهم الكلام ده؟ أزول قال الشيخ دخل مصر بعدين نحو 40 من تلامذته، اي واحد يلاقيه الشيخ كيف تلام تمام اي تمام تجي تفطر معانا المغرب، الشيخ بيقول لا اي بجي، الثاني يقول لا تجي تفطر معانا المغرب، مش مفروض يقول لا عزموني، يقول لا اي بجي في نفس اليوم، الثالث بجي، الرابع بجي، نحو 40 من تلامذته كاتبه كذا. قال فلما حان وقت الإفطار وغابت الشمس تطور الشيخ إلى 40، إلى عدد تلامذته. الشيخ بقى من واحد بقى كم؟ 40. أنت كلام زي ده بخش دماغك؟ أنت كلام زي ده كذا فكر فيه دقيقتين ونص، ده إن جابوا فيه توم أنجري أنا بصدقه، هذا كذب ساي ولعب بالعقول. قال تطور الشيخ إلى عدد تلامذته وحضر عند كل واحد منهم، الله أكبر، 30 تمرة 40 تمرة اتفقدت واللون طوالي. البرع يألف فيها أبيات شعر، قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، قال في مصر بقى الشيخ كم؟ 40 أحد و40 جزء، ده كله هوس غشوا بيه والنار، عشان كده الصوفية بتمشي تقعد معاهم ما بخاطبوك زي خطابنا ده. يعني منين نقول لك الله قال الرسول قال
صلى الله عليه وسلم. وحد الله، حافظ على الصلوات الخمسة، استقيم، خلي الاختلاط مع البنات، دق الباب عديل قول لهم أنا دار البدي، عقدوا لك خلاص، اتغاشي سوقها، جيب لك توز ولا توك توك ارفعها ولا عربية ولا، المهم اتخارج شوف الحاسد شنو عداك. لكن ذا الكلام كذي، لا دارين نسجل اسمك، لا تبقى معانا ولا اي شيء، الله يلمنا هناك في الجنة لو نحن دخلنا وانت دخلت، بس ما في شيء تاني، ولا سجل ولا ابقى معانا ولا غيره، ابقى حر براك بس كذي. لكن ده بيقول لك مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، حد ما يقول لك كذي، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. قال الشيخ، قال لك انت بس احفظ العهود بتاعتنا، شفت الميزان بعدين بتلقانا جنبه، جنب الميزان، قال واقف والله، قال فإذا جاءت الصاخة، وسمى صاخة في زول بيقف، والله مجبورين الناس واقفة خايفة، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في زول واقف للتانية، الناس بتجر من أبهاتها من أمهاتها من زوجاتها من أولادها من أخوانها، لأنه أي زول خايف على نفسه، نفسي ده معقول يقف لك؟ وما قال كذي بس، كلامنا في كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، ده الطريق القادرية، ألفه إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، صفحة 61 ل65، لحد ما قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، إلى أن قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح، زول من الأمة دي قال أنا كنت مع نوح عليه السلام، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. قال عيونه، قال البراش شنو قال؟ البقاو كويس يعقوب عليه السلام، قال أنا تفت له في عيونه، والله ده قال من الأمة دي وتف في عيون نبي من أنبياء الله تعالى. أنت تجي تتكلم تقول كلامه ده غلط، يقوموا لك 17 درويش، والمؤسف بعضهم شباب شيوخ شالوا عقولهم طبلوا، والمفاتيح الثلاثة الأصل والإزبير شالوها جدعا في كوشة جموين، أنا ما عارف خلوه مطبول بس صوف يصدق أي شيء. الشيخ قال لك بيطير خطوة هنا وخطوة في مكة، هاي بيطير ما في شيء، قال لك في كذي وكذي وكذي، مخالف للنقل والعقل والحس والسمع كل شيء، يقول لك هاي مش الشيخ قال، هاي خلاص الموضوع ده انتهى. واحد مشينا غرية من الغرى في الطريق، واحد من الناس المسافرين معانا بيحكي عن واحد ده قاعد في بحر أسي في العزبة، قال بناقش في واحد من الختمية، قال لون يا أخ شيخ كن، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. قال لي ترايك في الكلام ده شنو؟ البنى السما دي الله ولا شيخك؟ ما سؤال واضح؟ دين سألوا لها فرعون بتلفت ولا بجاوبه؟ فرعون بيقول لك أنا ربكم الأعلى، لكن كذبة زي دي ما بجيبها، سما خلقتها أنا ما بجولها. قال يا أخي الله قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
بناء الله، ده معنى كلامه. والشيخ قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها. أنت رأيك شنو؟ قال لي أي بنوها سوا، قال لي بنوها سوا. والله ده مسلم أسي ولا أخو مسلم ولا ما لهم فيهن الاثنين، والله قال لي بنوها سوا. دي إبليس ما قالها، شفت إبليس ما صرح بها وجابوه في القرآن صرح بها. يا أخي كلام كله فارغ، كلام باطل، كلام ما بجوز شرعا ولا عقلا. انت خليك حر، خليك زول عاقل. ما انا بعد كيف اسي من كثير من الشباب تلقى عنده معصية، الله يهديه، هم ما متكيفين من معصيته، لكن تلقاه موحد. قول له يا زول توحيد كيف؟ يقول لك يا زول تمام 100%. لا ما في شيخ ولا حجاب ولا حاجة. لك شيخ بتاع شنو؟ زول جانب نجيه وساي بنية وشلوت دار لا حجابي. أقول له لا ما في حجاب محبة ولا كذا. يقول لك محبة دار لا حجاب، ما في حجاب بتاع محبة، لا ما في، ما بدأ أنا أفصل. لكن أنت كيف؟ يقول لك عقيدتنا في الله تمام، الصلاة كيف؟ تمام. أي مشكلتك شنو؟ الله يقول لك بس شفتها بس في غنية واحدة بس كذا كانت خارجت منها بس بتاعت لهيب الشوق دي بس في لهيب جوا، بس لهيب جوا الله يطفي لك كانت تتخارج تاني ما في مشكلة. يقول لك لا لا والله بس دي بس كانت خارجنا منها بنمشي عديل. الله يتوب عليك انت في خير، لكن المعصية دي توب عشان ما تهلكك. ده خير من زول تقول له اها في سفة ولا كذا، يقول لك لا لا حمان الله من السفة. الصعود ما بسفه لكن سافي حق الله جد سافيه. في الشدائد تلقاه يعتر يا واتبدر من الفقر، هذا سبب الفقر ذاته في البلد. والله العسم من المحن ويا ابو قرون من العيون ويا ابو العباس من عيون الناس. يا ذول ما بيلحقوك. انا لقيت عربيه والله زي الهايس، عربيه ملانه هوس، عربيه مكتوب فيها بورا يا بشام ورا وقدام، يعني ده بنادي الله 200 انا ما عارفه كاتب فيها يا بشام ورا وقدام. تعال لها قدام تلقاها طافي لمبه، تعال لها ورا تلقى الصدام مطفوج. اها بشام وينو هنا؟ بشام حلاق. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلذلك يا إخوان أنا ما دار أفصل كثير والزمن بجر، لكن في نهاية الأمر والله نحن نتعلم إنه ناس مسلمين في الركن الأول من الإسلام يخاصمون ويعادون. لك جماعة بدقنا بيشتموا الناس جو، يا زول ما شتمنا زول، قلنا نادي الله ما تنادي الشيخ، دي شتيمة دي نبذ دي إساءة. لا والله ما إساءة ولا نبذ، لكيتو كذا الناس زي الخلون، الناس زي الماتوا يا مولانا، ماتوا ماتوا ماتوا. أي الرسول عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا، أبو بكر طلع المنبر أو جاء قال للناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل إلى آخر الآية. الأثر ده تلقى الناس حافظه. تقول له أبو بكر قال شنو رضي الله عنه؟ لك قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيوة خلاص نحن إذا نقول الكلام ده، من كان يعبد البرعي فإن البرعي قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إما جاك عكاز في أضانك ولا مركوب في كلوتك ولك أها إنت مالك ومال البرعي، أوعك من الشتيمة. أبو بكر شتم؟ لا، نحن قلنا كلام بيشبه كلامه، وإن كان شتان بين مشرق ومغرب، لكن قلنا كلام بيشبه كلامه. فدي كلها دي مواضيع. أما القتل ده موضوع واضح، الناس الحمد لله قاعدة تعظم موضوع القتل. الموضوع الثالث موضوع الزنا، زنا ده خطر، ما تشوف الشغلة بقت سهلة
تقول هنا الموضوع ده بعدين بنتخارج وكذي والناس دي كلها واقعة في ضلال نحن برضو نقع. تمشي عامل فهم فتح واحد يقول لك هاي انت مثبت كم؟ انت ما بتثبت مالك؟ انت شغال وين بتثبت في الناس؟ انت مثبت في شنو؟ يقول لك لا والله انا غايته الموضوع ده الا اجيه. انت ما بتجيه كذي، انت بتضر في نفسك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يصب على الزاني في قبره عذاب نصف أمة. عذاب قدر ده في القبر كر ينزلوا لك محل ضيقة انت قاعد فيها. رسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري تكلم في رؤيا عن الزنات والزواني ورآهم على مثل التنور. قال لك الزاني والزانية ديل بيخطون في مثل التنور. حديث صحيح في صحيح البخاري من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه. التنور ده فرم أعلاه ضيق وأسفل واسع يكب فيه والزنات والزواني والنار تحت تلهب. قال ضوضوا، قال النووي رحمه الله أي صاحوا، ناس بيصرخوا جوا في النار. ليه؟ لأنه وقعوا في المعصية الكبيرة دي. فأنت ما تستهين بالأمر، ما تغش بنات المسلمين وطلع بأعراض. بنات مساكين يا أخي إجن من الغرى وإجن من المدن البعيدة، إجن يقرأ في الجامعات إلين فيهن الشفت ده بيجي من وين ما بعرفه، لا بيعرف يقرأ لا ده عنده علاقة بقراية، بس يجي شايل له ماذا وماذا بعد ماذا يخط الماذا. تفضلي أشربي، تشرب بجاي بعد شوية ونستين ثلاثة وأنا وكذا، بعدين شغلي هزاز بالليل. هزاز بيهزبك جوا في القبر، هزاز بتاع شنو؟ شغال هزاز بعد شوية اتصل بها. أها وكيف انت يا سوسو؟ تمام والله تمام يا حمودي، خلاص خربت مما يقلبها سوسي وحمو سوسو وحمو، والله الموضوع ده خلاص ضاع انتهى ولا كيف يا ناس؟ واحد تلقاه لابد زي قرد الطرح براو بغادي في الظلمة لابد براو. الو اها وجنبك زول؟ انت مالك جنبها زول ولا ما جنبها؟ انت دار تدخل لك ثلاجة؟ مالك جنبها زول ولا ما جنبها؟ لا والجماعة ناموا دار تطفر؟ تجابك شنو ذاته؟ جابك بجاي شنو يا مجرم مستهبل؟ والله تلقاه قاعد بغادي بعد شوية كطبة كطبتين ثلاثة، تاني البيت تضيع، تاني تعدى بك وانا تورطت والزول ده ما جاني يتزوجني. انا ما قلنا لك في الحلفاية، انت ما صدقتي الشغل هذه. الموضوع ده ما طويل، ما نحن وريناك فيه. انا يا جماعة الكلام طويل واخونا احمد ده عنده فوائد، ونحن جايين ما محضرين، نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اي جزاكم.